السلام عليكم، شكرا لدعمكم، تحياتي لكم. خلنا نبلش في حلقة اليوم. بابا ابوك لازم ترفع راسك واخذ البطل زرع جملتش يا فهمي حبيبي حبيبي ابوسي طيب يا ابوي هي ما حتكون صارت حبيبتي كنت جاي اجيب زاوية يا بابا ما حد يحكي عليك يلا كافي قلبي عمليتك كافي كافي يلا كافي كافي والله ان شاء الله يا عمري ان شاء الله يلا كفر تاح يلا وين وين حبيبتي يا مشاركتي لسه وين شلون صرتي قول الحمد لله يعني شوية تخطيت الألم هلو ما المغذيات شلون استاني داون مسوي المغذيات ناخذتني و أول ما طلعت من العملية أني كلش تندمت هاي إيش جابني ليش قصيت لأن قد ما كان الوجع فظيع بس وراها هاني استقطت هما بتند ما بد لا من قلت ياخذ عيني يا أنا عبوسي تبي بكرة مسويت الشيء بمناسبة هذا دعمكم حبيت أرجع لكم الجميل وهو دعم لأصحاب القنوات الضعيفة لسه بادي باليوتيوب إذا ما تعرف شلون صعد قناتك ما تعرف شنو المحتوى المناسب اللي تنزله أو ما تعرف شنو اللي تتقدمه باليوتيوب ما عليه غير تراسلني على حساب من الانستغرام اللي موجود بالتعليق المثبت وهناك أشرح لك شلون أسوي لك دعم شلون صعد قناتك وأفهمك بتفاصيل اليوتيوب وممكن هاي القناة تصير مصدر رزقك وتعيشك أنت وعائلتك راسلني وهناك أفهمك على التفاصيل